السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير أعزائنا الطلاب. نتابع سلسلة دروسنا في منهاج التربية الإسلامية، واليوم نتناول شخصية عظيمة وعالمة من علماء المسلمين كثر الحديث والطعن فيه في الآونة الأخيرة في وسائل التواصل الاجتماعي. لابد أن نسلط الضوء على هذا العالم ونتعرف عليه وعلى سيرته. لقب بأمير أهل الحديث، وقال عنه الإمام مسلم: لا يبغضك إلا حاسد، وأشهد أن ليس في الدنيا مثله. وقال الإمام مسلم أيضا عنه: دعني أقبل رجليك يا أستاذ الأستاذين وسيد المحدثين وطبيب الحديث في علله. قال الإمام الترمذي رحمه الله: لم أرى أحدا بالعراق ولا بخراسان في معنى العلل والتاريخ ومعرفة الأحاديث أعلم منه. وقال عنه الإمام أحمد بن حنبل: ما أخرجت خراسان مثله. وقال أبو حاتم الرازي: هو أعلم من دخل العراق، يعني أعلم رجل في العراق، أو أعلم رجل دخل إلى العراق. وقال أبو حاتم: سمعت يحيى بن جعفر يقول: لو استطعت أن أزيد من عمري لعمره لفعلت، فإن موتي يكون موت رجل واحد، وموت محمد بن إسماعيل فيه ذهاب العلم. فمن هو محمد بن إسماعيل؟ إنه الإمام البخاري رحمه الله تعالى. تعالوا نتعرف على اسمه ونسبه ونشأته ومكان ولادته. هو أبو عبد الله ابن أبي الحسن محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة ابن برد زبة. طبعا محمد هو اسم الإمام البخاري، ابن إسماعيل اللي هو والده، وإبراهيم هو جد الإمام البخاري. أما المغيرة فلم يكن مسلما، إبراهيم أسلم نعم، لكن المغيرة لم يكن مسلما. يقول الإمام البخاري: وجدت تاريخ ولادتي بخط والدي. ولد يوم الجمعة بعد صلاتها لثلاثة عشر ليلة خلت من شهر شوال سنة 194 هجري. وكان والده رجلا صالحا وطالبا للعلم، لكن والده توفي والإمام البخاري صغير، ربي يتيما في كنف والدته، فأحسنت تربيته وأحسنت نشأته على العلم والدين والورع. طبعا نشأ محبا للعلم وأهله في بيت يعني فيه الدين والورع. طلبه للعلم وطلب الحديث ورحلاته، ظهر نبوه العلمي في سن مبكرة وهو ابن 10 سنين، فبدأ بطلب العلم في بلده بخارى. يعني ابن 10 سنين كان يحفظ القرآن ويحفظ الكثير من الأحاديث التي رواها. يقول: لما بلغت سن 16 حفظت كتاب ابن المبارك ووكيع. ولما بلغ سن 16 سافر إلى بلاد الحجاز لأداء فريضة الحج مع والدته وأخيه. يقول الإمام البخاري: فلما انتهينا من الحج بقيت أنا في مكة، ورحل أخي وأمي إلى بخارى. فكان أول ارتحاله عندما كان عمره 16 سنة، يعني في سنة 210 تقريبا. ثم رحل لطلب العلم في كثير من البلاد العربية كالمدينة المنورة، الشام، مصر، نيسابور، الجزيرة، البصرة، الكوفة، بغداد، واسط، مروز، الري، بلخ وغيرها. قال الإمام الخطيب في كتابه: رحل في طلب العلم إلى سائر محدثي الأمصار، وين يسمع في عالم كان يذهب إليه. شيوخه
المشايخ اللي أخذ عنهم لما كان يسافر ويطلب العلم، في قسم الإمام الحافظ ابن حجر شيوخ البخاري إلى 5 طبقات. الطبقة الأولى اللي هي من حدثه عن التابعين وهم أتباع التابعين، مثل محمد بن عبد الله الأنصاري وغيرهم، من كان في عصر هؤلاء لكنه لم يسمع من ثقات التابعين، كآدم ابن أبي إياس، وهو هذا الرجل من بلاد الشام. هذا الرجل لم يلتقي بالتابعين، لكنه كان في عصر التابعين لكنه لم يلتقي بأحد منهم، فهذا ممن أخذ عنه الإمام البخاري الأحاديث وغيره ذلك من العلوم. الطبقة الثالثة وهو من لم يلتقي بالتابعين بل أخذ عن كبار تابع التابعين، كسليمان ابن حرب وقتيبة بن سعيد وعلي بن المديني. طبعا هذا الرجل يعني علي بن المديني يقول الإمام البخاري: ما استصغرت نفسي أمام أحد إلا أمام شيخي علي بن المديني. الطبقة الرابعة اللي هم رفقاؤه في الطلب، يعني زملاؤه في طلب العلم بأقران ومن سمع قبله، طبعا مثل محمد بن يحيى الذهلي وعبد بن حميد وأبي حاتم الرازي وغير ذلك. الطبقة الخامسة وهم من هم في عداد طلبته في السن والإسناد، وطبعا أخذ بنصيحة شيخه وكيع، قال وكيع نصحه للإمام البخاري قال له: لا يكون الرجل عالما حتى يحدث عمن هو فوقه وعمن هو مثله وعمن هو دونه، فأخذ بهذه النصيحة. فهو جمع جميع الطبقات، أخذ من الأعلى وأخذ من الأوسط وأخذ من رفقائه وأخذ من هم مثله في السن والعمر. أما تلاميذته فهم كثر، خلق كثير لا يحصون، وممن أخذ عنه طبعا كان مجلسه يحضر حوالي، يعني كل مجلس يحضر حوالي شيء 20,000. وممن أخذ عنه من العلماء المشهورين الإمام مسلم صاحب الصحيح صحيح مسلم، والإمام ابن محمد بن سورة الترمذي صاحب الجامع، وأبو حاتم وأبو زرعة وابن خزيمة وصالح بن محمد وغيرهم الكثير من العلماء المشهورين، هؤلاء هم تلاميذ الإمام البخاري. شمائله وصفاته التي يتحلى بها، أما صفاته الخلقية فرغم أنه طاف في بلاد كثيرة لكن لم يذكر أحد عنه صفاته كيف كانت صفاته الخلقية، سوى ما ذكره الجرجاني في صفته، فقال: سمعت الحسن بن الحسين البزاز ببخارى يقول: رأيت محمد بن إسماعيل بن إبراهيم ابن المغيرة شيخا نحيف الجسم ليس بالطويل ولا بالقصير. هذا ما ورد في صفته الخلقية. أما صفاته الخلقية فكان رحمه الله كريم الخصال، عفيف اللسان، زاهدا فاضلا، حييا ورعا، قلما ينام الليل لكثرة اشتغاله بالعلم والعبادة، ويعلم الحديث حسبة لله أي لوجه الله تعالى، لا يأخذ أجرا في ذلك، وكان غاية في السخاء والكرم، ينفق ماله على طلبة العلم والفقراء وعلى المجاهدين. أيضا كان يعني من الأشياء التي كان يفعله كان يرابط في سبيل الله، ويعني كانت عدة الجهاد ينفقها على نفسه وينفق على المجاهدين والمرابطين في سبيل الله من ماله الخاص. كان قويا شجاعا يرابط بنفسه مجاهدا في سبيل الله، كان عظيم الخشية من الله شديد المراقبة له. وقد قال رحمه الله: ما اغتبت أحدا منذ أن علمت أن الغيبة حرام. هذا عن شمائله وصفاته الخلقية والخلقية. أما ورعه واحتياطه في جرح الرواة، كان كثيرا ما يحتاط الإمام البخاري عندما يؤلف الكتب، لا يريد أن يجرح أحدا بكلمات، فكان يقول أحيانا:
عن الرجل الذي هو حديثه ضعيف يقول منكر الحديث أو سكت عنه أو فيه نظر ونحو هذه الكلمات التي ليس فيها جرح ولا تجرح صاحبها. وإذا كان صاحب الحديث ساقط الحديث فيقول فيه نظر أو هو متهم واهن، وهذه يعني الكلمات التي لا يحاسبني الله إن اغتبت أحدا، وهذا والله هو غاية الورع. أما حفظه وذكاؤه فقد نبغ، وخدمته في السنة النبوية الشريفة طبعا نبوغه في العلم وذكاؤه معروف منذ أن كان صغيرا، وبدأ بتأليف الكتب في سن 18 من عمره، بدأ بتأليف الكتب وإعطاء الدروس عندما كان عمره 18 سنة، فكتب في قضايا الصحابة والتابعين، وسنذكر العديد من مؤلفاته في الشريحة الثانية. فأهم كتاب له هو كتاب الجامع الصحيح المعروف بصحيح البخاري، وهو يعد أصح الكتب على الإطلاق بعد القرآن الكريم. أمضى في جمع هذا الكتاب فقط 16 سنة، ومع ذلك يأتينا اليوم ويطعن في صحيح البخاري. 16 سنة وهو يعني يهذب ويشذب في هذا الكتاب ويتأكد ويتحرى الدقة والصحة فيه، ويأتي اليوم رجل متكئ على أريكته ثم يطعن بصحة هذا الكتاب الذي اعتبره المسلمون من أصح الكتب بعد القرآن الكريم. ولم يشغله التصنيف عن دروس العلم وقراءة الحديث على طلابه، فقد سمع منه 90,000 رجل، ومن أشهرهم على الإطلاق كما قلنا الإمام مسلم والإمام الترمذي، هذا من هؤلاء من تلاميذ الإمام البخاري. أهم مؤلفاته، أهم المؤلفات التي ألفها الإمام البخاري قلنا الجامع الصغير وأمضى فيه 16 عاما، الأدب المفرد، طبعا أغلب الكتب مثل ما أنكم ملاحظين أنه فقدت ضاعت ما هي موجودة، رفع اليدين في الصلاة، القراءة خلف الإمام، كتاب الهبة وهو كتاب مفقود، السند الكبير وهو كتاب مفقود، المبسوط صنف فيه البخاري قبل الجامع الصحيح وجمع فيه جميع حديثه على الأبواب. طبعا كمان هذا الكتاب أيضا مفقود، الوحدان، كتاب اسمه الوحدان ذكر فيه الصحابة الذين روى عنهم حديثا واحدا فقط، كل صحابي يروي عنه حديث واحد فسماه كتاب الوحدان. الفوائد وهو كتاب أيضا مفقود، العلل وهو كتاب مفقود، كتبه في التاريخ كلها أيضا ربما أغلبها مفقود، التاريخ الكبير والأوسط والصغير وكتاب الضعفاء الصغير وكتاب الضعفاء الكبير والكنى وغير ذلك من الكتب التاريخية، وله مؤلفات أخرى في العقيدة وغيرها. أما عن مذهبه، مذهب الإمام البخاري، فهناك بعض الناس قالوا أنه شيخه الإمام أحمد بن حنبل فكان مذهبه حنبلي، وهناك بعض الناس قال لا هو مذهبه شافعي، وهناك قول ثالث بأنه هو رجل مجتهد وبالتالي هو مستقل ولا يتبع لأي مذهب. أما عن وفاته، طبعا هو حصل له محنتان، محنة خلق القرآن ومحنة أخرى بعدما عاد إلى بلده بخارى. طبعا بخارى هذه تقع في جمهورية أوزبكستان الإسلامية حاليا، فبعدما عاد إلى بخارى حدث معه أن الأمير أمير البلدة طلب منه أن يأتي إليه ليعلمه الحديث وغير ذلك من الأحكام، فرفض
الإمام مسلم وقال إنه اللي بده العلم يجي على البيت أو على المسجد يحضر حلقات العلم. رجع بعت له الخليفة أو الأمير هو خالد الذهلي أعتقد كان بذلك الوقت، قال له إنه سوينا تخصص لي ولأولادي حلقة في المسجد ولا يجلس فيها أحد. فأيضا كمان رفض الإمام البخاري أن تكون حلقة العلم خاصة بالأمير وأولاده، وقال العلم للجميع وليس خاصا بأحد. ثم غضب منه الأمير ونفاه من البلد، نفاه من البلد طبعا بعد ما حرض عليه الناس ويعني أشعل عليه قلوب الناس واستعان بخصومه حتى تكلموا عنه ونفي من البلد. فمضى إلى سمرقند بناء على يعني طلب من أهالي سمرقند أنه يجي لعندهم. فقبل أن يصل إلى سمرقند في قرية اسمها خرتنك كان له بها أقرباء، قام عندهم عدة أيام، فسمع أنه أهل سمرقند مختلفين بيننا بعضهم بسبب مجيء الإمام البخاري إليهم، فضاقت عليه الدنيا وضاقت عليه الأرض بما رحبت، فقال اللهم اقبضني إليك. وفي ليلة السبت وهي ليلة عيد الفطر آنذاك عند صلاة العشاء توفي رحمه الله، وصلي عليه يوم عيد الفطر بعد صلاة الظهر بخرتنك، قرية اسمها خرتنك تابعة لسمرقند، سنة 256 هجري، سنة 256 هجري. وطبعا يقال أنه ظل النور من قبره ثلاثة أيام حتى من كان يتكلم عليه جاء وتاب إلى الله سبحانه وتعالى واعتذر من الإمام البخاري عند قبره. إذن عاش رحمه الله 62 سنة إلا 10 أيام، جزاه الله خيرا وأجزل مثوبته. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإذا عندكم أي استفسار أنا جاهز للرد عليه، وأتمنى حفظ هذه التواريخ وسيرته وشمائله وبعض الأشياء الهامة اللي أوردناها عن الإمام البخاري.